صعب. والله تحية صحيح. كبيرة حق كل معلمة. أكيد يعطيهم العافية. واليوم أنتي وردة بيننا ووردة الشاشة، عشان كذي إحنا اليوم حابين نقدم لك أكيد هالورد الجميل نفس طلتك الحلوة يا عمري. والله على هالذوق، شكرا. لازم توجه الصوب الثاني. إيه ما شاء الله. أيوه هذا الورد الجميل. ألف عافية، شكرا. مقدم لك من فلاور، ما شاء الله طعش كبرى على شيء. حلاتي إنك تستاهلين. يا شكرا، تدرون إني بلبس وردي تستاهلين حبيبتي. إذا خلنا شيء مو كنا أحسن ولا تبغى؟ إي دقيقة راح تطيح. خلي الحين يشيلون الشباب، يمكن أجواء رمضان و يعني مثل ما ذكرتي قبل شوي شلون تنسقين ما بين وقتك في المطبخ وغيره، تطبخين ولا لا؟ هي اكيد انا وايد احب الطبخ وافنتق ساعات، يعني الحين دخلت على الاشياء الشاميه ترى شوي. الله. محاشي والاشياء لا احب الطبخ وايد واحب الفناتق. برافو عليك هنادي، طبعا ما شاء الله، بس انت محافظه يعني رغم هذه الشغله انت دائما تأزمني. لا ترى احنا يمكن قبل الهوا قلنا لك يعني انت اضعف من السناب وحتى ايه. بالاعمال التلفزيونيه بالطبيعه وايد اضعف، ترى التلفزيون يمتلنا يظلم الواحد. ايه. سبعة كيلو انا ساعات لما يتابعوني متابعاتي بالسناب او على الانستغرام واصادفهم برا يقولوا لي هنادي مستحيل انت انسانه ثانيه بالطبيعه، اقول شفتوا حسيتوا فيني عشان كذي اصارخ اتنرفز. لا لا حالاتك حلوة اليوم.